ليك لوين اخذنا هلا؟ عند خطيبتي سوسن، ناخذها ونروح نتغدى سوا. هيدي الغزالة على سمك؟ ايه هيدي هي. بس شقفة حلوة جاد؟ عيب هالحكي، هيدي خطيبتي، بعدين اللي بعمرك ما بيحكوا بهالطريقة. استيز؟ أقولك قديش عمري أنا؟ العمر كله حبيبي. استيز؟ هلا أنت غني كتير؟ ايه بس مصرياتي كلهم بالبنك، يعني طمن ما فيك تسرق مني شيء. شت مالله حظ. انت عشو معصبي هلا؟ خلص روقي، بكره بنفك الحجز وبنطلع السياره. لك قلب مجننني، هيدا الدراج طالع لي بالسحبه يا عالم. يا حرام، انا مثلا ما بيقدر يعمل هيك معي. ليه بقى؟ سوبرمان حضرتك؟ لا بس لانه ما عندي سياره اصلا. شو رايك بجد؟ وقح ولسانه طويل. شفت؟ اخذت عنك فكره ما منيحه. اخر همي، اصلا انت مثل ابوط. ليه عم تضحك انت؟ شو قلت عني؟ ابوط ابوط. انت قد هالكلمه ولا فسعون؟ وين السمك؟ خورنا الغدا رح يصير عشا بعد شوي. فكرة انا مبسوط اخيرا اجا مين يطلع معك راس. ان شاء الله بده يعيش معنا هيدا. لكن شو رح ترجعوني اعيش بالشارع؟ بالبرد؟ بالجوع؟ بالحرمان؟ شو عم تقول؟ وما عرفتوا من هو الزلم اللي راح معه؟ لا معلم دبوس، بس زلمة غني كتير، باين من سيارته. بسيطة بسيطة يا جاد، بس ترجع أنا بدبرك. شو بدك أعمل معلم؟ عمل لي فنجان قهوة هلأ وخلي عيونكم عشرة عشرة لبين ما يكون رجع. حاضر معلم. بس بس حطوني قدامي أنا ربحت. مرسي سميرة. بتريدي شي مدام؟ سلامتك. يا أمي ما أطلب هالأكل، يا أمي شو مشتاقله؟ صحتين على قلبك. قلي منعم، الطباخين ما كانوا يعملوا لك أكل لبناني؟ بلا دائما يساووا أكل. بس المشكلة نعمت أنت بتعرفي الأكل والطبخ نفس نفس، وأنت نعمت نفسك ما بعرف. يا إلهي نفسك طيب على كل شيء. مرسي منعم، بس مش انا اللي طابخه حياتي. ما انت اللي اخترت الطباخ خلاص. ولو منعم عن جد ليه لهلا ما تجوزت؟ شو بدي احكي لك؟ لا احكي لك يا نعمات، انت بتعرف يعني الواحد هيك بيكون شاب بذهنه احلام كتير بده يسويها. اول شغله كنت افكر فيه انه يعني بدي كتر مصريات العيلة، وبدي أعمل بزنس كبير، بدي أتجوز وجيب أولاد، بدي أعمل اسم للعيلة. دائما بيكون في شيء بصير على حساب شيء. تركينا من كل هالسير هلأ، أنت حكيني عنك، ليش أنت ما تجوزتي لهلأ؟ تعرف منعم لما بيكون في أولاد ما بيعود يهم الوحدة إلا سعادتهم. أصيل أصيل يا نعمت. طيب حياتي والأولاد كبروا وبعدين يعني تمي هيك؟ لا ما بصير. نو الأكل برد منعم، كل ما مهم نعمات، ما مهم الأكل، مهم الأشياء الحلوة اللي جواتنا ما تبرد. منعم كل خلص، بكرة الصبح مننزل ومنفك حجز السيارة ما تخافي. ماشي، شو رح تعمل بجاد؟ جد بكرة رح اخده معي على الفيلا
واليوم إن شاء الله بمهد الموضوع للماما. بكرة والليلة ليلة 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 لا لا أنا وهيدا الشيء تحت سقف واحد ليلة كاملة نو خلص بوب أنا جاني على أقرب شيلة أو جسر تاني بتاعته قلبي قلبي خلص ماشي بس الليلة وعد شرف وعد شرف بس الليلة ايو انتبه على حالك وانت كمان انتبه على حالك بحبك بحبك يا قبوط حياتي وانا كمان يا لوح عمري شرف انزال جاد كون مهذب وما تعذبها صعبة بس رح حاول مرجع ما كنتوا تلاقوه ها؟ دعسة وين اختفى؟ وين راح؟ شو شعت الأرض وبلعته؟ بدي من عبكرة الصبح فتش عليه تخلقوا من تحت الأرض فهمتوا؟ وانتوا ليه بعدكم فايين؟ مش لازم يكونوا نايمين عنده شغل الصبح خيديهم نايميهم بسرعة بسرعة ما تعصب ما حدا يضحك منكم ما حدا عم يضحك بسيطة بسيطة يا جهد بسيطة أنا فرزي فيك بسيطة يا أهلا وسهلا من عمباك شرفت شو هالسوربرايز الحلوة أنا كتير مبسطت بشوفتك يا إبراهيم وبنفس الوقت خجلان منك ماما أصرت نام هون ما عنده كان لازم يروح على الأوتيل أوتيل؟ لا والله شو هالحكي بيوتنا مفتوحة وبدك تروح على الأوتيل؟ أكل حال أكيد أنت هلأ مشتاق للبنان فرح نعمل لك هيك بروجرام غير شكل سهرات ظهرات مشاوير على كيف كيفك إيه والله مشتاق كتير إيه بس أنا بلشت بالسهرات والظهرات خططت لهم من هلأ على فكرة مبروك الخطبة بس ما قلتوا لنا مين العروس بكرة إن شاء الله منخبرك كل شيء هلأ أكيد أنت تعبان وحابب تنام وترتاح صحيح الحق معك أنا تعبان وفعلا لازم ارتاح عن اذنكم بونوي بونوي تفضل مرسي كتير لا عارف ايه ماما ما قلتي لي بالنسبة للولد اللي حكيت لك عنه شو رأيك ابن مين هو ابن صاحبي صاحبي بلندن عنده مجلة كتير مهمة ابن عز وحابب هيك يقضي عنا يومين يعني لوحده؟ ايه لوحده بتعرفي ابن عز مثل هيدا ما في ينزل وين ما كان اكيد اكيد بيكون معه خادمة او مربية خاصة لا ما مربى ابدا نعم قصدي منه بحاجة وذكي كتير وبيعتمد على حاله وينه هلأ عند سوسن تركته الليلة ما حبيت تجيبه قبل ما خبرك معقول انت بوب يعني ابن عز مثل هيدا بتنيمه عند سوسان شو بدي يقولوا اهله عنا ماما رجعنا لهالنغمة كيف سوسان ما طلت اليوم اشتقت له عن جد ايه شو عم بكذب يعني لا بس تفاجأت حبيبي المهم يكونوا عم يهتموا فيه هي وامه
هلا بيكون بسابع نومه. فرش اسنانك وغسل وجهك وعن النوم دغري يلا. شو يعني؟ ما بتفرش اسنانك؟ لا. اتفضل يلا تعلم. روقي روقي اعصابي روقي شوي. ياه اتركيها مسكينة حجزولها سيارتها. والله عم تشمت فيي كمان؟ يلا خلصني. عبود خوفتيني. الو طمنيني حياتي كيف وجد؟ لا ولو ما تقولي هيك كل ليلة وبتمرق. بكرة لما نتجوز بدي جيبيلي دزينة ولاد. شو بتعملي؟ ايه دزينة. ليه دقيت؟ حياتي كنت عم بتمشى بجنينة، القمر بدر، السما حلوة، الهوا بعقد، كل شي حلو بهالليل ذكرني فيك. سوسن بتعرفي شو؟ صرت مستعجل نتجوز، جاد شهينا على الولاد. على فكرة بدي اياك من بكرة تنزلي تشوفي هول الجمعيات اللي بيهتموا بهيك حالات كرمال جد. ليه شو عندك؟ سوسن شو صاير معك كترانين مشاويرك؟ شو القصة؟ طيب سوسن حياتي خبريني انت وعم تحكي معي هلا شو حاسة؟ اكيد غير تكزبر البدن يعني ما حب تكوني معي هلا. كسلم لي انا بحبك بحبك انا. يسلم لي لسانك اللي بنقط عسل، يسلم لي قلبك اللي كله حنيه، لك يسلم لي دماغك شو ذكي، تسلم لي كلك على بعضك انا حبيبي. ليه سكرتي بعد بكير؟ مسليين. مبسوطة؟ هاي رجعت السيارة. خبري حماتي حياتي انه جاي اكل من ايدي الطيبين. ولك تكرم بكون انا كمان خلصت شغلي. انتبه لي عجادو. اللي بيسمعك بيقول حنون كتير. شو عملتي له للصبة انت؟ بدك تشوف هو شو عمل لي. طيب خليك وراي احسن ما ترجع تنحج السيارة. امك شو بحبك. بتنتشروا على كل المفارق والشوارع، بتخلوا عيونكم 10-10 لبينما اكون انا وصلت. ايه؟ اوعى تتحركوا ها؟ بسيطة يا جاك، جاك جاد، نسيني اسمه، وقعدت وما حدا سمع عليك. في بعض الأمين! قوموا بسرعة، شدي عندك ايه؟ بسرعة! لبسني اياها. لقينا زاد. سلاحكم معكم؟ فولو مي.
هول وشو بدهم؟ حبيبي ما بتخاف، ما تخاف ما تخاف، انت ولد انا اللي بياكلها دايما. هيدا المعلم دبوس وشبيب جايين الي مش الك. شو بتعرفهم؟ ايه ايه كانوا شغلونا انا والولاد اللي مثل بالسرقه. يا حبيبي يعني رح ناكل قتل ونفرق شتل. شو يعني؟ يعني ماشي قتلي وبتمرق. قتلي؟ قلبك طيب. أمر، في إلنا غرض معك بدنا إياه. نعم هيدا منه غرض، هيدا طفل. بعدين ما لكم عندي شي، يلا روح تشكوا على المغفر يلا. نحنا ما منتشكى ولا منحب المخافر. فإذا يلا روحوا فرجونا عرض كتافكم يلا. بأذي ها أنا بضرب، فهمت؟ إيه يا ماما. يلا على معكم يلا. ليكو العلقة معي وسخة، ما تحاولوا يعني. يلا الله معكم، لو شو ما تعملوا ما رح تاخذوه، حتى لو ضربتوني بضربها. نحنا ما بنضرب استاذ. فروتي ايه حلو حلو، عن جد ما في ضرب، طمنتوني. ما قلت لك قلبك طيب. يلا قلت لي صحافي ايه؟ لا هلا ايه. بيقولوا الصحافي ما عرض كتير للخطر حياته وعطول قلبه عكفه. مش عطول، اوقات بيزبط. اوقات مثل هالمرة ما بيزبط، الحياة هيك وهيك. شفت ملاحظ؟ لا هالمرة انت حتشوف. ولي انا معود شوف هيك اشكال يعني. قصدك ولا ليك خلي الحكي بيناتنا نضيف. ايه لا قصدي انه انا قصدي انه شفت انه ليس مثلك هيك مفكرين حالهم انه ما بينطالوا. شف بس هلا ما عم شوف ليه دخلك. ايه هلا رجعت شوفي احلى. ابدا انا ما مفكر هيك، انا فعلا هيك. ما بستغرب يعني حدا مثلك بيخطف اولاد وبيشغلهم يعني مستعد يعمل اي شيء مثلا. لا هيدا افترى، انا عم بعلم اولادي فن. فن؟ ايه لا انت عم تعلمهم السرقه. السرقه فن. اتخيل انه واحد يسرق منك تليفونك ومن ايدك وانت عم تحكي ومن غير ما تحس، هيدا شو بتسميه؟ ها؟ لعلمك انا كل هالولاد اللي عم شغلهم عندي منبه عليهم اي شي بلاقوه على الارض يخطوه على المغفر. مزبوط ولا جد؟ مزبوط معلم دبوس. اوف ليه بقى؟ لانه ما بحب يتعودوا ياخدوا شي بلا تعب. صاحب مبدأ غصب عنك. صاحب مبدأ ايه؟ اي مبدأ؟ عم تخطف الولاد من ايدين اهليهم، عم تعذبهم، عم تقهرهم، عم تعلمهم السرقة، عم تنزع جيل بكامله وبتقلي مبدأ وبتقلي فن. اي فن؟ ايه فن السرقة هواية. بعدين انا ما بذبر حدا على شي ما بده اياه، هيدا جاد ما كان ينفع ابدا بالسرقة، علمته يبيع. مزبوط ولا جاد؟ مزبوط معلم دبوس. في ناس هويتها النشر، مش الكل بيحب السرقة. أنا بترك لهم حرية الاختيار المهنة اللي بيلاقوها مناسبة لإلهم. بعمر السرقة ما كانت مهنة يا استاذ. في ناس نفسياتهم سراقة، بينزل من بطن أمه حرامي. أنا شو بعمل؟ إيه؟ بياخد بإيده. إيه؟ يعني لو ما أنا إيه؟ رح يجي غيري ويمكن يعلمهم على اشي افظع. ايه هالمعدل كتر خيرك والله. ايه كتر خيري. بعدين روح التهوا بهول الحراميه الكبار
شو بدكن فيي انا وهالولاد الصغار؟ بدنا نتاكد انه هالمعترين الاولاد ما عم ينخطفوا على ايدين وسخه مثل ايديكم. بما انه ايدينا هيك هيك وسخه فمش رح نحرمك من وسختها يا شباب. لحظه لحظه، اذا ولد بدك تقتلني قتلني بعيد عن عيون جهد، ما هيك جهد؟ ايه معلم دبوس. جهد انا عم بحكي. ايه معلم بوب. نحنا مش مجرمين، نحنا اختصاصيون عهار، فنقي واختار اي عهى بدك. انتو وذوقكم يعني انتو قادرة. يا شباب جيبوا لي كتالوج العهات. نحن مندوبات شركة العهات الجديدة يا بابا. حياتي ما تصورت انه كون مبسوط بشوفتك. وشو بدنا نعمل بكل هالبضاعة الملقحة؟ بركي بتصل بالمية واتناش. لا لا ايه مية واتناش؟ السلاح موجود صفون وانا مستعد اوس اوس. حرام تيتموا الاولاد. حبيبي ما بقى تخاف، ما بقى في شيء اسمه دبوس. بس عندي طلب صغير قبل ما يبطل في دبوس. شو حبيبي قول؟ هيدي عن امي وبي اللي حرمتني منهم، وهي عن كل ورد جبرتني اقسها وارجع بيعها، وهي عن كل عصايه ضربني اياها، وهي عن كل ليله نيمني فيها برا بالبرد والشتا. ربو وحده عنا كلمه. وهي عن شو جد؟ الحمد لله على سلامتك، منيح اللي تصرفتوا بسرعة. بس شغلة وحدة بدي افهمها، التريا وقعت على راسك، ايدك شباب. كنت عم حاول اسلق التريا. لك حدا بيعمل عمتك يا نبيلة، حدا بيحاول يهدي تريا عم توقع. نبيلة تريا؟ بدي افهم كيف وقعت عليك تريا. وصل شي تريا؟ بوب من بعد ما انلقطت العصابة شو رح يصير بجاد؟ معقولة يحبسوني؟ لا لا حبيبي لا ما تخاف، رح تبقى معي هالفترة لنشوف شو بدنا نعمل. خلوه معي أنا. لا. لا بدنا إياه يضل صاغ الصبي. عمو جاد بتحب صورات؟ إيه إيه. يلا. هي شو؟ شو؟ صورني مع جادو. إيه على راسي، عود عود جنبها يلا. على مهلك على مهلك، مو ناقصة، مو ناقصة، مو ناقصة. يلا. تشيز. شو عبالك نعمل هلا جادو؟ اظهر من هون، ريحة المستشفى ما حلوة. ايه على اساس انت بحياتك ما جاي لهون على المستشفى. فينا اظهر اتصور برا مع عمو هشام؟ بس انا بدي افهم شغلة، ليه بس عمو هشام محترمه؟
أنا بوب وسوسن قبوط، ليه بس عمو هشام؟ ليه؟ تعا عمو تعا تعا لهون وصلت الغيرة. تعا عمو تعا. مهضوم هالصبح ببيتك. إن شاء الله منفرح منك منقشع عليك. إن شاء الله. شو الوضع بينك وبين الأمورة جوا؟ شو قصدك؟ شو قصدي يعني؟ نبيلة، إلكن زمان مع بعض؟ لا، أنا قبلها بكتير بشتغل بالمجلة. ما عم أسألك عن الشغل، عم أسألك عن القصص. قصص شو؟ لك لا يا أخي، أنت فهمان غلط. نبيلة رفيقتي ومثل أختي. أيدي أختك بنت بتحبك. شو بتخلي ما تحبني؟ شو عم تحكي انت؟ وهاك حدا يسمعك والله بتزعل البنت. هلا عن جد ما في شي بينك وبينه؟ لك لا يا أخي، شو اللي مخليك تفكر هيك؟ عمو هشام، فيني أقول لك شغلة بس ما بتزعل مني؟ قول حبيبي قول. عمو هشام أنت حنون وطيب وكتير منيح بس شطلي. هي بلا طولة لسان. ها هلا ما ملاحظ انه نبيلة بتحبك؟ عن جد عم تحكي؟ والله بتحبك بس انت منك حاسس لانك شطلي. بشو؟ واذا يعني واذا كيف واذا يا منعيم؟ معقولة بنت لا معروف لا اصلا ولا فصلة ومفضلها على مين؟ على نانا بنت شاكر. الزمن تغير. شوف بأوروبا هلا مثلا ممكن رئيس الوزراء تحب الشوفير تبعها. خلاص اذا القلب دق ما حدا قادر يوقف طريقه. منعم ما تزعلني منك، بدك اياني يعني انسى الاصول؟ ما معقول. هلا اذا انت عندك ولد ما بتفضل تاخذ نانا بنت شاكر لابنك؟ بلا بفضل اخذ نانا بنت شاكر لابني، بس اذا ابني حابب وحده ثانيه لازم ارضخ للامر الواقع. اي حب واي امر واقع. منعم انت خليك باجازتك وانا بعرف كيف انهي الموضوع. شو عبالك نعمل اليوم؟ اليوم بدي اقضي معك. معمات بتتذكري عجنيني منين؟ معقولة انسيها يا منعم؟ نحن ولاد صغار شو لعبنا فيها انا وانت وابو ابراهيم الله يرحمه وشاكر بيا لنانا. بتتذكري مرة شو صار؟ ايه منعم ما تذكرني خلاص. يوميتها نحن وبجنينة تنضربت بجنك ورقدت أنا وإبراهيم عليك، مين فينا بده يحملك تيفوتك لجوا؟ وصرت وقتها تتخانقوا مين بده يرضيني. وقتها كان أبو إبراهيم هو اللي رضاك أكيد. ها شوف كيف الأيام بتمرق. بارح كنا أولاد صغار هون. غريب وقت نكون أولاد صغار ما مصدق إمتى نكبر، وبس نكبر يا عصرتي. بصير نتمنى نرجع صغار. بتعرف ليه؟ لأنه بونبوني بتكون هدية سمينة لإلنا، لعبة بتنكسر وبتصير أحلى أحلامنا. بتكون أحلامنا على قدنا بس فجأة بتهجم علينا هجمة واحدة ليش ما بنعرف. كل أحوال هالذكريات هي اللي بتجمعنا كلنا مع بعض. شفت يا منعم ليش أنا ما بدي سوسن؟ لأنه ما إلها مطرح بذكرياتنا، بينما نانا بيا شاكر كان يركض معنا يضحك معنا يبكي معنا يخاف معنا. أخ منك يا نعمت، شو عم تعملي فيه؟ رجعتيني هلأ 50 سنة لورا. 50 سنة حبيبي؟ احكي عن حالك. ممنوع تلعب وتضج كتير، ممنوع تفوت على المطبخ امتى ما بدك وتفتح البراد. في نظام بالبيت، في نظام للنوم. انتبه ماما نيقة كتير، ومثل ما اتفقنا انت ابن صاحب اللي عنده مجلة بلندن، فاهم؟ يا الله. واوعى يخطر على بالك تجيب سيرة دبوس بالبيت. ها الله يطولك يا روح. شو خلصنا او بعد؟
لا، في اشياء كتير كمان. ممنوع تتشلقح وين ما كان، ممنوع تطلع بصباتك على الفرش او على التخت او على الصوفة، ممنوع تحكي اشياء بلا طعمة بالبيت، واضح؟ ايه، وشو كمان؟ لما بحكي معك بتسمعني وبتطلع فيني وبلا هيدي اللهجة السقيلة، من يوم ورايح بدك تتعلم الأدب، فاهم؟ ايه، وشو رأيك تضربني كفين؟ وقت الزوم ما بقصر. عن جد؟ روق على وضعك. ليك جاد، هيك ما رح يمشي الحال. ما في ولد بعمرك بيحكي مع الأكبر منه بهيدي الطريقة. أنا لهلأ صوتي ما بيعلى قدام أمي، بعدين أنا ماني دبوس لتحكيني هيك، فهم؟ جعت، فيني قوم جيب منقوشة؟ ليه، وين في فرن هون؟ ايه يا حوي. طيب أنا بجيب لك جبنة أو زعتر. لا، أنا عزمك بوعدك ما بقى عيدة. طيب سو كاي مصاري. ما قلت لك أنا عزمك؟ شي شو معطر هالصبي؟ استاذ ابراهيم، شو هيدا؟ الرئيس جاد يعزمني على منقوشة بالفرن. يا حبيبي يا جاد، يا حبيبي، قلت لهم اني خاطفك ما هيك؟ يا حبيبي يا جاد، حبيبي. بدك شي عمته؟ شو لوين حبيبتي؟ ضهرين نتغدى انا ورفقاتي برا. خي مودك حلو اليوم. ما بقى بدي ازعل عشي ولا بقى بدي افكر بشي، بدي افكر بحالي وبس. برافو، كان هيك من الاول. عمتو، يمكن انا زعلت لانه تركني بوب، بس اللي مزعلني اكتر شي اهم من هيك، شي محيرني عن جد وما عم بقدر افهمه. شو هو حبيبتي؟ عم نسمعك ونحنا كلنا حدك. عمتو، كلكم بتحسسوني اني اهم من سوسن، وانه سوسن ولا شيء، وانه ليه بدي اقارن حالي فيها؟ وهذا الشيء اللي عم يقهرني اكثر من تركه بوب لالي. لانه هيدي الحقيقه، ما فيك تقارني حالك بسوسن. بلا، بدي اقارن حالي بسوسن. اذا انا هالقد حلوه وبنت عيله وكل شيء وما قدرت احافظ على بوب، سوسن اجت اخذته مني بلحظه، فاتت على قلبه وقدرت تحصل عليه بلا ما ربيت معه وقالوا له هيدا الك وقالوا له هيدي الك. أنا اللي محيرني شو اللي عندها إياه سوسن وأنا ما عندي إياه. سوسن عندها أهم شيء، عندها بوب، وأنا ما عندي بوب. حبيبتي، هلأ اللي بدي إياك تفكري فيه كيف ترجعي بوب. أنا ما بدي بوب بس لأني ما حابة يروح مني، أنا بدي قلبه ولا أقدر رجعه، بدي أعرف كيف خليه حبني. أنا حبيته عن جد، كنت حب أقضي كل لحظة معه، كنت حب أسمع صوته، حس بنفسه. ما بعمري رح حب هالقد. فجأة بتجي سوسن بتاخده مني بلحظة. سوسن غلبتني عمته، وأنا مش رح أعرف أغلبها إلا إذا حبتني. ما بعرف شو بدي أقلك، بعرف إنك عم تغلي من جوا، بس نحنا ربيناك لأنت تعرف الصح من الغلط. أمي حبيبتي، روحي هلأ مع أصحابك ورجعي نانا اللي مدوخة الكل. جد؟ لك ايه، وانا بدي روستها كتير من عم يدوب حسني وعافيه. شو عم تعمل؟ لك عم بتحمم. بدك مساعدة؟ لا، شو انا صغير؟ او انا كتير بستحي كتير من عم يدوب حسني وعافيه. لا، يلا.
ليه بوب؟ جادو؟ تفضلي سميرة روحي شغلك. نعيما نعيما يا قبضاي. نعيما انت يا قبضاي لك تقوش هون اهلين جاد. مرسي. شو طمني كيف لقيت الغرفة؟ كتير حبيتها. هيدي كلها إلي؟ ايه؟ جاد؟ انتبه مثل ما اتفقنا انت من وين جاي؟ بالشارع. اي شارع؟ اي شارع؟ انت من وين جاي؟ بلندن. دخلك؟ وين هيدي لندن؟ بالجبل؟ اي جبل؟ اي جبل يا جاد؟ لا بالوادي. جاد ركز منيح. انتبه ما بدي يصير معك اي شيء. ها ما تخاف كله اهون من عصاي الدبوس. حبيبي بعرف انك تعذبت كتير بس تذكر انه بسببك في كتير اولاد راحوا على مطارح احلى ودبوس ما بقى يسترجي يستعمل عصايته صار بالحبس. بدي اياك تركز على شغلي وحدي بس. انا وسوسن بدنا اياك تصير رجال مثلنا. مثلكم؟ قصدي مثلي. بدي اياك ترجع تبلش من جديد تشوف الاشياء الصح تتعلم بسرعه. قلت لك بدنا نشوف حالنا فيك. يعني مثل دعايه فادي المسقط؟ ايه مثل دعايه فادي المسقط. حضر حالك بالليل بدك تتعرف على ماما وعمو منعم. ماشي. مع انه كان مشواري من لندن لهون كتير متعب. اخ منك اخ. او لما بمشي على الرصيف او هيدا ناصح هيدا ضعيف بيلحقوني كلهم 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 كلهم. شو عم تفكري؟ فينا. كيف يعني؟ يعني هيك صار لنا زمان ما قعدنا قاعدة. اخت شحطة. اخت شحطة؟ شو يعني اخت شحطة؟ اخت شحطة يعني قعدت اثنين خاطبين. اه هلا هيدي اسمها اخت شحطة؟ ايه. لك اخ منك انت. انت رح تتعلم اللعوبة بقى. خي شو بكي؟ شو دافي؟ قلبي؟ لا الجاكيت. اسألك سوسان عبالي نروح على شي مطرح ما رايحين عليه قبل مرة. روح نخوت نجن نعيط نصرخ نركض ننط ما حدا يسألنا ما حدا يقلنا شو عم تعملوا. عن جد؟ ليه هالفقسة هلا؟ ما بعرف زهقان زهقان من كل شي عبالي اعمل شي جديد. عبالك تولعها يعني؟ ايه عبالي ولعها. ايه مشي معي وشوف كيف حنولعها. لوين؟ انت مشي معي شو بدك؟ ما تعطي الهم. حبيبتي احنا مع اساس جايين نولعها؟ بلا بشرفك جاي لهون قبل بمره؟ هيت اللي اصلا وين هون؟ حدا قبل منا واصل لهون؟ ايه ليش لا؟ هيدي القرن السوداء اعلى منطقه بلبنان. هيت وشو جايبنا على اعلى منطقه بلبنان؟ بدي افهم شو جايبنا على القرن السوداء؟ لنولعها. حبيبتي اللي اصلا في شي بيولع هون؟ بردين؟ حبيبتي الأرز أدفى من هون فريا شو ميني بالنسبة لهون؟ شو قلتيني؟ معقول أنا بحضنك وبردين؟ حياتي جد ما تزعلي مني بس ما في أفشع من دلعك. خليكي بلا دلع بشرفك. خلص بشرفك هلا شيلنا من البرد وخلينا هيك نولعها مثل ما أنت قلت لنا وننبسط ونعيس. إيه إيه رح حاول. باب؟ إيه؟ لو كان هالجبل لقلنا شو كنت بتعمل فيه؟ ببيعه لأول زبون حياتي. بوب بشرفك خلينا بالجو. تخيل هيك إنه أنا وياك عايشين هيك بمنطقة لوحدنا كل شي لقلنا ما منخاف من شي. ولادنا بيطلعوا بيلعبوا بيسرحوا بيمرحوا بلا ما نخاف من شي سيارة مسرعة تقشن أو نخاف من شي واحد مثل دبوس. نزرع ومناكل بهيك طقس بدنا نعمل كل هول؟ شيلنا من قصة البرد يا زلمة ولا وشدلي حالك شوي. كم ولد بدك نجيب؟
أنا بيكفيني ولد واحد مثل جاد بذكاءه وقوة شخصيته. لا أنا بدي صبي وبنت. أوكي، الصبي منسميه جاد والبنت منسميها جنى. لا منسميها أميرة على اسم أمي. أميرة؟ لكن شو رأيك تسميها سهيلة بفرد مرة؟ حبيبتي إذا بدك تسمي على اسم أمك أنا بدي سمي نعمت. نعمت؟ حدا بعد بهالأيام بيسمي نعمت؟ نعمت؟ وعشو لعية نفسك حبيبتي؟ أمي هيدا عم تتمسخري عليها نعمت؟ شو شديت حالك مبين بطلت بردين؟ شفت الأولاد شو حلوين؟ حتى سيرتهم بتدفى كرمال هيك عتلين همه لجاد. ما تخاف حبيبي جاد الله بيحبه لأنه لقينا. ملاحظ شي؟ لا حبيبتي. شو؟ نحن هون لوحدنا. Oh, my God.